الوصفة دي عشان نعملها عايزين كوسة متقطعة مكعبات، وعايزين كمان بطاطس متقطعة مكعبات، عايزين لحمة مفرومة وكوبايتين من الطماطم المبشورة، عايزين زبدة وشوية زيت، عايزين بصل وثوم، ملح وفلفل وبهارات. النكهة بقى كمان اللي هتزيد وتدي كده مذاق مميز هي الريحان وليمون مبشور. اول حاجة عايزين نعملها طبعا هنحط الزبدة، وهنحط معاها شوية زيت، ممكن تحطوا زيت زيتون او زيت عادي زي ما تحبوا، بس هو طبعا عشان الزبدة ما تتحرقش لما تتحط لوحدها على النار. وهنحط معاها شوية معلقة تقريبا من الزبدة، معلقة صغيرة، كمية كبيرة ممكن نحط كمان حتة عشان نقدر نشتغل براحتنا. طيب اول حاجة هنعملها هنحط البصل، وبعدين هنحط على طول طبعا لان الحلة عندنا سخنة، فالبصل على طول هيستوي معانا. هنحط اللحمة، الثوم الاول، وبعدين هنحط اللحمة بتاعتنا. يعني كده كفاية. الكوسة والبشاميل، يعني الكوسة بالبشاميل طعمها لطيف قوي قوي قوي، بس المرة دي بقى هنضيف لها كمان بطاطس، وهنضيف لها ريحان، وهنضيف لها ليمون مبشور، هيغير طعمها خالص. هتبقى طعم لذيذ كده، في مزازة وفي معطر، يعني متعطر كده من الليمون ومن الريحان. نحط التوابل بتاعتنا، شوية ملح، هنحط ملح ازيد طبعا شوية عن المعتاد لان احنا عارفين البطاطس بتمص الملح، فهنحط شوية ملح زيادة، وهنحط شوية فلفل، وبرضو لان الحلة سخنة فاحنا قربنا نسوي اللحمة. خلاص كده قربت تستوي، هنحط البطاطس، في أكلة بتتعمل اسمها مفركة بطاطا. مفركة البطاطا دي من أبسط الأكلات، فعلا من أبسط الأكلات وألذهم. هي بتتعمل ازاي؟ بتتعمل زي ما انتم شايفين كده، هي عليها شوية بصل ومعاها لحمة مفرومة ومعاها بطاطس وبس. اول ما بنحط البطاطس بنوطي النار، ومعلها غير ملح وفلفل فقط، بنوطي النار وبنسيب البطاطس تنزل مية لغاية ما تستوي خالص البطاطس. قد ما هي بسيطة بس قد ما طعمها لذيذ بشكل لا تتخيلوه. طيب دلوقتي نقول تاني حطينا ايه. حطينا زيت زيتون، شوية زيت زيتون وزبدة، وحطينا معاهم بصل وثوم، وحطينا اللحمة المفرومة، وحطيت البطاطس وملح وفلفل وشوية بهارات هنحطهم حالا، بس تقليبتين كده، وبعدين هنروح حاطين الكوسة وكل ده، واللحمة بتكمل الاستوى بتاعها مع الخضار اللي هنحطه. هنحط بقى دلوقتي الكوسة اللي عندنا. عايزين تضيفوا اي خضار كمان بتقدروا تضيفوه حسب الذوق، يعني هو اكتر حاجة زي ما قلت مخلية طبق شوية مختلف الريحان بشر الليمون، هو ده اللي مخليه شوية مختلف. فحابين مثلا تضيفوا مشروم مع الخضار ده ممكن، حابين تضيفوا جزر برضو ممكن، بسلة برضو ممكن، كما هي العادة الريحان والليمون آخر حاجة هنحطها. دلوقتي هنحط الطماطم المبشورة، بس كوبايتين، يعني أنا مش عايزاها طبخة متسبكة بالقوطة، لا أنا عايزاها بس كده، يعني القوطة موجودة بس مش هي اللي واكلة الطعم كله، فعشان كده بس هنحط الكوبايتين دول، هنحطهم
هنقلب وهنسيبها بقى كده على نار وسط تقريبا، يعني بس تستوي الخضار اللي عندنا، عايز له تقريبا 10 دقايق 12 دقيقة كده. خلاص هنسيبه دلوقتي كده ونطلع فاصل، ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقية الوصفة. بشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي الخضار بتاعنا استوى، استوى منه فيه لما حطينا النار وسط البطاطس والكوسة، نزلوا مية واستوى الخضار منه فيه مع الطماطم طبعا كمان. فكده احنا تمام، هنطفي النار وهناخد الخضار بتاعنا ونروح نحطه في البايركس. بس طبعا الاول ما ننساش نحط الريحان، احنا اتفقنا دايما بنحط النكهات اللي عايزينها تفضل قوية في الاخر خالص، فهنحط الريحان وهنحط بشر الليمون وهنخلي شوية دول كده نرشهم على الوش. عندنا البشاميل جاهز عاملينه، بشاميل طبعا عملناه معاكم كتير قبل كده، وهو عبارة عن كل معلقة دقيق بنحط لها معلقة زبدة أو معلقة سمنة، وبعدين بنحطها على النار شوية لغاية ما يبتدي الدقيق يبتدي يتغير لونه، أروح بسرعة حطاله اللبن ونقلب نقلب نقلب لغاية ما يبقى عندنا القوام اللي احنا عايزينه. كل كوباية لبن عليها معلقة زبدة أو سمنة عليها معلقة كبيرة دقيق، بنحط لها إما مكعب مرق إما بنحط ملح وفلفل وشوية جوزة الطيب، ممكن تحطوا جبنه جوه البشاميل كمان لو تحبوا. هنحط بقى دلوقتي البشاميل بتاعنا، تمام كده، نغطي الخضار بتاعنا كويس جدا بالبشاميل كله. وبعدين هناخد الجبنة اللي عندنا، الجبنة على الوش، وبعدين هنعمل ايه، تقدروا بقى لو تحبوا تحطوا شوية زبدة، شايفين الزبدة كده دي بناخدها نحط شوية، لازم البس جلافز مش هعرف اعكس الايدين. لما بنحط زبدة شوية على الوش بتسيح كده وبتدي لون ذهبي جميل جدا للجبنة بتاعتنا والوش الأكلة بتاعتنا أيا كان اللي فيها جبنة، يعني أي حاجة فيها جبنة وبشاميل، بس حطوا كده شوية زبدة على الوش هتلاقوا فرق كبير جدا في اللون وفي القرمشة كده، يعني الحتت اللي بيبقى فيها الزبدة كده بيبقى فيها قرمشة لذيذة كده. تمام خلاص، ناخدها بقى نحطها في الفرن، هنحطها على درجة حرارة 200 لغاية ما الوش يحمر. عندي أنا كل حاجة عندي مستوية، ناقص بس إن المكونات تتجانس والجبنة تسيح كده مع الزبدة مع البشاميل، ونبقى إحنا كده خلصنا.